جواب. مرحبا، انا اسمي ربكة، انا مستوعبة مع هذا المكتبة المتنقلة اسمه ايكو. احنا مكتبة متنقلة، يعني احنا مشروع صغير ونزور المخيمات المختلفة في منطقة اثينا في هون في اليونان. شو عنا؟ كتب كتير في تعدد اللغات، يعني كاللغة العربية واللغة الفارسية الإنجليزية، يعني روايات القصص وهيك شيء، وكمان يعني كتب صغيرة عشان تعلم، يعني تساعد العالم تعلم اللغات. احنا كمان الموارد عشان تعلم اللغات، كاللغة الألمانية، اللغة الإنجليزية واللغة اليونانية. كمان يعني كل مخيم احنا نزورهم، يعني كبرنامج مستقر احنا عنا كمان نشاطات للأطفال. فأنا بدي يعني أسألكم إذا فيكم تعطونا أي شيء دعم بالنسبة للكتب، وكمان دعم تمويل، نكون كتير كتير مشكورة عشان احنا نقدر نكمل هذا المشروع للسنة الجاية. شكرا لكم.